أهلا بكم. ألف الأخبار والمواضيع كل ساعة في مواقع التواصل، منها الموثوق وغير الموثوق. نحاول في تفاعلكم انتقاء أبرز ما يتم طرحه وعرضه لكم. ونبدأ مع موضوعنا الأول، فقد تفاجأ منسوبو ومراجعو مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة بالملك سلمان في زيارة لتفقد أوضاع المرضى، وقد حاول حراس الملك منع طفل من السلام عليه، ولكنه أمرهم بتركه، فكان هذا المقطع. كما استغل العاملون في المستشفى زيارة الملك سلمان لالتقاط سيلفي معه لتصبح من أكثر الصور تداولا على مواقع التواصل. خلال مراسم دفن الشهيد العريف محمد عريبي والذي توفي في مواجهات مع الميليشيات الحوثية على الحدود الجنوبية بجازان، خلع قائد سريته سعيد القرني بدلته برتبة رائد وألبسها لابن الشهيد علي ذو 8 أعوام، وذلك عرفانا لما قدمه والده من تضحيات لإنقاذ زملائه المصابين. وإلى صورة مؤثرة أخرى انتشرت على مواقع التواصل، وهي لطالب التقطها في مقبرة وكتب عليها أبشرك يما تخرجت. فضح المغرد عبد العزيز السلمي فبركة صورة عرضها إعلام الحوثي وتظهرهم على المنفذ السعودي، فوضع الصورة الأصلية والتي تم تركيب صورة لجمرك الطوال السعودي عليها ليبدو الحوثيين وكأنهم هناك. القاتل الخفي، فيلم رسوم متحركة شهد انتشارا بين السعوديين، وهو من إنتاج مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، ويركز على أهمية قبول الآخر. تعتقد أنك بريء؟ فكر مرة ثانية، راجع قناعاتك وأفكارك، عيد حساباتك. كثير مثلك كانوا يعتقدون البراءة، لكنهم تحولوا إلى وحوش. أهلك ودولهم ودمروها بشناعة، مئات الآلاف من القتلى والمصابين. هذا القاتل النائم فيك يستيقظ في اللحظة اللي تتخلى فيها عن قيمة التعايش، تتحول إلى قاتل بسبب اشتعال نار الكراهية، التصنيف، الإقصاء. تتوحش إذا فشلت في التعايش مع المختلفين عنك، والنتيجة حرب طاحنة. أحياناً الصور قد تكون خداعة. هذه صورة متداولة لطالبتين لبنانيتين تتبادلان قطعة بيضاء خلال الامتحان، ما أثار الشكوك، والمفارقة أن كل ذلك تم في حضور وزير التربية اللبناني إلياس بوصعب. ولكن سرعان ما أوضح الوزير عبر فيسبوك وكتب أنه تم التحقيق مع الطالبتين وتبين أن القطعة البيضاء ما هي إلا كوركتر أو سائل تصحيح الأخطاء الكتابية. جريمة بسبب الواتساب، فقد اعتدى هنديان على مشرف مجموعة واتساب حتى كاد أن يفقد حياته، وذلك بعد أن طردهما إثر إرسالهما صورا إباحية على المجموعة، وهو ما أثار غضب الشابين فقرر الانتقام منه بتأجير شابين لطعنه. الفقرة انتهت اليوم، لكنها مستمرة ومتجددة معكم كل يوم. نأمل في مشاركاتكم لنا بما تجدون مناسبا عبر هاشتاغ تفاعلكم الظاهر أمامكم أسفل الشاشة. إلى اللقاء.